بمشي قد برجع ورا. يا عم يا عم يا عم يا جماعة. اليوم كان امتحان لغة عربية كتاب تاني للفرع الأدبي. طبعا الامتحان كان فيه سهولة وفيه صعوبة، يعني اللي اخترت كان سهل لكن الأسئلة اللي وراه كان فيها شوية يعني صعوبة. الحمد لله كان في سهولة وكان في صعوبة، ولكن البلاغة كانت أصعب شوية، في أسئلة معقدة، بس الحمد لله تيسرت الأمور صار الامتحان حلو. الامتحان كان يعني منيح الحمد لله، يعني في بقطع دائرة، يعني اختر كان شوية في بده تركيز. هو ورقة اليوم بس كان فيش وقت، الوقت ضيق معنا، بس ليلة كاملة ختمنا الكتاب كله. أما امبارح يعني منيح حلو الإشي.